السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف الحال أعزائي المشاهدين؟ إن شاء الله بأحسن حال، جمعة طيبة إن شاء الله. اليوم معنا شرح حول إعدادات ضبط إي بيفر، نتعرف عليها. طبعا معنا خيارين، خيار الأنتر والسوليت، خيارين طبعا، هذا اللي يغلب زي ما تلاحظ وهذا اللي يختار. اللهم صل وسلم على رسوله. نبدأ أول شيء باللوح، طبعا نبدأ باللوح البيفي. هذا طبعا حالة اللوح من الشمس اللي قاعد يعطينا الآن 16 فولت إلى البطارية زي ما تلاحظ. طبعا هنا الأمبير النازل من اللوح يعني ربع أمبير ما يعادل، أو نص أمبير بلا صح أربعة، يعني جزء جزء من واحد، يعني نص يعتبر، حتى ما أقل من واحد. اللهم صل وسلم على رسول الله. الكيلو وات اللي قاعد حصلنا عليه من الشمس خلال الفترة من يوم ركبنا المنظومة 91 كيلو فاصل واحد. حالة البطارية حاليا في الشحن 13.8 زي ما تلاحظ، البطارية يعني شبه مليانة الآن. الأمبير اللي قاعد يعطينا اللي داخل من الجهاز إلى البطارية يعني 7.1، يعني ما يعادل مدخل في الواحد الأمبير زي ما تلاحظ. اللوح قاعد كم يعطينا؟ أول قاعد يعطينا أمبير 4 زي ما تلاحظ، جزء من واحد، وبفضل هذا الجهاز قاعد يدخل الأمبير 6 زي ما تلاحظ. يعني إي بيفر الام بي بي تي بصراحة تقنية جميلة جدا. هنا طبعا درجة الحرارة زي ما قلنا 25 درجة الحرارة السي، نضغط ايضا. هنا طبعا اللود الاحمال الخارجة من الدي سي نفسها، لا يوجد لدينا احمال. هنا الكيلو وات اللي قاعد سحبناه من المنظومة نفسها، بس لا يوجد لدينا احمال، زيرو زي ما تلاحظ. هنا ايضا اللود، هنا طبعا حالة تشغيل اللود او التايمر، طبعا في برنامج هذا الذي بيفر تحكم به زي ما تلاحظ، تأخرنا يرجع لازم نضبطه. هنا طبعا زي ما قلنا حق حالة التايمر. هنا ايضا تحكم في الشمس، قبل الشمس وبعد الشمس تحكم به ايضا في حق اللود الاحمال. هنا ايضا اللوح زي ما رجعنا عليها. الان نروح للبطارية، طبعا اذا كان معك جيل واسيت تضغط لمدة 3 ثواني يبين لك. طبعا هنا السوليت، هنا اذا كان معك بطاريات الاسيت المختم تستخدم هذا، تمام. طبعا في حال 5 ثواني لم تتخذ الاجراء يرجع بك الى ما كان عليه. طبعا نعاود مرة اخرى على الباتي، نضغط هنا طبعا، إذا ما اتخذت الإجراءات يرجع زي ما كان. نروح على الباتري، هذا هو، نضغط 3 ثواني تمام. قلنا إذا كانت مختمة معك بطارية أسيت تستخدم هذا، إذا كان الجل تستخدم أيضا هذا. اما اذا كان معك تيوبلر او اسيت زي حق السيارات تستخدم الفولت، الفولت تضغط انتر واحده بس كذا يضبط معك على طول ان شاء الله. شرح بسيط وان شاء الله انه يعني افادكم. نرجع مره اخرى نضغط على 3 ثواني. هنا طبعا حق الاحمال اذا كانت بتشغل من هنا، طبعا زي ما تلاحظ الشمس طفي. نضغط على البطارية 3 ثواني إذا كان معك بطارية جيل أسيد تيوبلر. طبعا إذا كان هنا طبعا الفولت زي ما تلاحظ هو مختص بالتيوبلر بطاريات أو بطارية طاقة شمسية، أيضا الفولت ممتازة لها، وفي نفس الوقت ينفع للبطاريات الأسيد الهندية زي اللي تنفتح على القطع تستخدمه، تمام، على حسب طبعا البطارية اللي معك. إذا كانت جل أو أسيد، خيارات كثيرة طبعا منها زي ما تلاحظ، بس احنا أهمنا الحاجة الأساسية. إذا كان أسيد طبعا قلنا مختب نستخدم السوليت، أما إذا كان جل نستخدم جل، أما إذا كان تيوبلر أو طاقة شمسية أو بطارية زي حق السيارة نستخدم الفولت، نضغط ضغطة واحدة بس وكذا تعدل طبيعي. إن شاء الله إن الفيديو إن نال إعجابكم،
وفي نهاية الفيديو لا تنسوا الصلاة والسلام على رسول الله. وإن شاء الله الفيديوهات الأخرى ننزل لكم شرح حول القطعة هذا البوكس عبر التحكم حق الإيبيفر. تقدر تلاحظ الفول تلوات الأمبير، تقدر تتحكم به من هذا القطعة. إن شاء الله نفضح وننزل لكم عليه شرح إن شاء الله. طبعا هذا الجهاز هو من أفضل الأجهزة الإيبيفر زي ما تلاحظون، الشركة حقه إيبيفر. طبعا هذا الجهاز MBBT زي ما تلاحظ 40 أمبير، صراحة يعلم الله سريع في شحن البطارية ويحافظ على البطارية بثلاث مراحل يشحنها لك، بعكس الأجهزة الأخرى الغير MBBT البي دبليو ام، يعني عادية تشحن معه، تشحن سريع الجهاز البطارية تخربها عليك. بينما الجهاز MBBT يشحن لك البطارية عن ثلاث مراحل، يعني دفع في حال انها يعني تمتلي معك مضبوط يعني. تمام، وان شاء الله في فيديوهات الاخرى نوريكم حول الشرح هذا طبعا، ونوافيكم ان شاء الله اول باول. لا تنسوا الاعجاب والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.